ارتد بعد وفاة النبي الكريم ثم عاد للإسلام. لقب بفارس العرب فضلا عن كونه شاعرا مميزا. كان في مقدمة الجيوش بمعركتي القادسية واليرموك. طويل القامة وقوي البنية، عاش 40 عاما فقط. كان إقدامه يدب الرعب في صفوف الجيش الفارسي. ولد في زبيد باليمن واستشهد عقب معركة نهاوند. إنه عمرو بن معد يكرب، الفارس الشجاع. هو عمرو بن معد يكرب من قبيلة قحطان، هو صاحب الغارات العظيمة وصاحب أشهر سيوف العرب، سيف السمصامة. اشتهر بشجاعته وفروسيته حتى أطلق عليه لقب فارس العرب. وتفيد بعض الدراسات والتقديرات بأن ولادته كانت سنة 75 قبل الهجرة، أي نحو 521 ميلادية. نشأته. هذا الفارس الكبير كان مغبونا من قبل محيطه حينما كان صغيرا ويافعا، فقد عاش في قومه مقهورا، لم يلحظوا فيه السيادة، ولم يعلقوا عليه آمال البطولة ولا الريادة، لذا فقد تم تسميته بمائق زبيد. ويبدو أن ذلك التقدير المجتمعي له كان مرتبطا بهيئة عمرو صاحب البدن الضخم والصوت الأجش. كما كان عمرو رجلا نهما في تناوله الطعام، فكان يقول عن نفسه: إني لآكل الجدع من الإبل، أنتقيه عظما عظما، وأشرب اللبن رثيئة وصريفة. كان عمرو مؤمنا بأنه صاحب شخصية مختلفة عن تلك التي تبدو أمام أسرته وقبيلته، لكن كيف سيتمكن من إظهار معدنه الأصيل فارسا شهما مهابا؟ إذن فإن عليه تحين الفرصة المناسبة لذلك، وقد أتته على طبق من ذهب وغيرت من حياته ونظرة الآخرين حياله. فقد أبلغت قبيلة خثعم نظيرتها زبيد بأنها تعتزم الإغارة عليها، فأقدم معد يكرب على جمع بني زبيد، فدخل عمرو على أخته فقال: أشبعيني إني غدا لكتيبة. فجاء معد فأخبرته ابنته فقال: هذا المائق، أي الأحمق، يقول ذلك؟ قالت: نعم. قال: فسليه ما يشبعه. فسألته فقال: فرق من ذرى وعنز رباعية، وكان الفرق يومئذ 3 أصوع، فصنع له ذلك، وذبح العنز وهيأ له الطعام، فجلس عليه فسلته جميعا. وفي الصباح برزت خثعم فلقوهم، وجاء عمرو فرمى بنفسه، ثم رفع رأسه فإذا لواء أبيه قائم، فوضع رأسه فإذا لواء أبيه قد زال، فقام كأن سرحة، أي شجرة ضخمة محترقة، فتلقى أباه وقد انهزموا فقال: أنزل عنها، فاليوم ظلم حقا ويقينا. فقال له أبي: إليك يا مائق. فقال له بني زبيد: خليه أيها الرجل وما يريد، فإن قتل كفيت مؤنته، وإن ظهر فهو لك. فألقى إليه سلاحه فركب، ثم رمى خثعم بنفسه حتى خرج من بين أظهرهم، ثم كر عليهم غير مرة، وحملت عليهم بنو زيد، فانقلبت الموازين لصالح قبيلته التي انتصرت، وأطلقت عليه آنذاك لقب فارس زبيد. جهاده والمعارك التي شارك فيها. كان عمرو بن معد يكرب فارسا شجاعا شاعرا، وكان عصيا نفس أبيها، فيه قسوة الجاهلية، وأخبار شجاعته كثيرة، يعد بألف فارس، له في الجاهلية الغارات العظيمة والوقائع العجيبة،
وكان مكتوب على سيفه: ذكر على ذكر يصول بصارمي، ذكر يمان في يمين يماني. ولعمر واقعات عجيبة في الجاهلية، حيث قال: حضرت في الجاهلية بذي المجاز، وهو سوق عرفات، فرأيت حب الكندية فأعجبني جمالها، فعرضت نفسي عليها وقلت: هل لك في كفء كريم، ذروا بلهام الرجال غشوم، موات لك طيب الخيم، من سعد العشيرة في الصميم. قالت: من أي سعد العشيرة؟ قلت: من أرومة محتدها وغرتها المنيرة، إن كنت بالنسب بصيرة. فقالت: إن لي بعلا يصدق اللقاء، ويخيف الأعداء، ويزل العطاء. قال: فقلت: لو علمت أن لك بعلا لما سمتك نفسك، ولا عرضت نفسي عليك، فكيف أنت إن قتلته؟ قالت: لا أصيف عنك، ولا أعدل بك، ولا أقصر دونك، وإياك أن يغرك قولي فتعرض نفسك للقتل، فإني أراك مفردا من الناصر، وبعلي في عز من المال والأهل. ثم قامت ومشت، فتبعتها من حيث لا تشعر. فلما قدمت على زوجها سألها عما رأت في طريقها، فقالت: رأيت رجلا مخيلا للبأس، يتعرض للقتال، ويخطب حلائل الرجال، فعرض علي نفسه، ووصفتك له. فقال: ذاك عمر، ولدتني أمه إن لم آتك به مقرونا مجنوبا إلى جمل صعب المراس غير ذلول. فلما سمع عمرو بن معد يكرب الزبيدي كلامه، دخل عليه بغتة، فقتله ووقع عليها. فلما قضى وطره منها، قال لها: إني لم أقع على امرأة قط إلا حملت، ولا أراك إلا قد حملت، فإن رزقت غلاما فسميه الخزر، وإن رزقت جارية فسميها عكرشة. وجعل ذلك بينهما أمارة. ثم فارقها مدة، وولدت غلاما فسمته الخزر. فخرج عمرو في بعض أيامه يتعرض للقتال، فالتقى فارسا مدججا في سلاحه، فالتقيا فصرع عمرو وجثم على صدره ليذبحه، فقال له: ما اسمك؟ فقال: أنا عمرو. فقام عنه وقال: الله أكبر، أنا ابنك الخزر. فقال له عمرو: لا تساكني بعد اليوم في أرض. فخرج إلى اليمن فسادهم، وشكوا إليه غارات أبيه فيهم، وقتله إياهم، وأمروه بقتله، فخرج يريد قتل أبيه، فالتقيا فقتله عمرو. وفد عمرو بن معد يكرب على المدينة المنورة سنة 9 للهجرة، في 10 من بني زبيد، فأسلموا جميعا. وسمع عمرو من النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه وعادوا. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد عمرو في اليمن، ثم رجع بعد ذلك إلى الإسلام. فبعثه أبو بكر رضي الله عنه إلى الشام، فشهد اليرموك وذهبت فيها إحدى عينيه. وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أرسله الفاروق إلى سعد بن أبي وقاص في العراق في معركة القادسية، وكتب إليه: قد أمددتك بألفي رجل، عمرو بن معد يكرب الزبيدي، وطليحة بن خويلد، فشاورهما في الحرب ولا تولهما شيئا. فأبلى عمرو يومئذ بلاء حسنا. قال عمرو بن معد يكرب الزبيدي: وكانت خيل المسلمين تنفر من الفيل يوم القادسية، وخيل الفرس لا تنفر، فأمرت رجلا فترس عني، ثم دنوت من الفيل وضربت خطمه فقطعته، فنفر ونفرت الفيلة، فحطمت العسكر، وألح المسلمون عليهم حتى انهزموا. شعر عمرو بن معد يكرب. له شعر جيد أشهره قصيدته التي يقول فيها: إذا لم تستطع شيئا فدعه، وجاوزه إلى ما تستطيع، وصله بالزماع فكل أمر سما لك أو سموت له ولوع. ومن شعر عمرو بن معد يكرب: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي.
ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. من نوادر عمرو بن معد يكرب. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عمرو بن معد يكرب عن أشياء، فسأله عن الحرب فقال: مرة المذاق إذا كشفت عن ساق، من صبر فيها عرف ومن ضعف فيها تلف. ثم قال: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا حميت وشب درامها عادت عجوزا غير ذات خليل. شمطاء جزت رأسها وتنكرت، شمطاء لا للشم والتقبيل. وسأله عن السلاح فقال: ما تقول في الرمح؟ فقال أبو ثور الزبيدي: أخوك وربما خانك. قال: فالنبل؟ قال: منايا تخطئ وتصيب. قال: فالدرع؟ قال: مشغلة للفارس، متعبة للراجل، وإنه لحصن حصين. قال: فالترس؟ قال: هو المجن عليه تدور الدوائر. قال: فالسيف؟ قال: عندها فارتقت كأمك عن الثكل. فقال له عمر: بل أمك؟ قال: بل أمي، والحمى أضرعتني لك. وهذا مثل معناه أن الإسلام أدلني، ولو كنت في الجاهلية لم تزر أن ترد علي. وقال له يوما: حدثني عن أجبن من لقيت وأحيل من لقيت. فقال عمرو بن معد يكرب الزبيدي: نعم يا أمير المؤمنين، خرجت مرة أريد الغارة، فبينما أنا أسير فإذا أنا بفرس مشدود ورمح مركوز، وإذا رجل جالس، وإذا هو كأعظم ما يكون من الرجال خلقة، وهو مجتب بسيف. فقلت له: خذ حذرك فإني قاتلك. فقال: من أنت؟ فقلت: أنا عمرو بن معد يكرب الزبيدي. فشهق شهقة فمات، فهذا أجبن من رأيت يا أمير المؤمنين. وخرجت يوما آخر حتى انتهيت إلى حي، فإذا أنا بفرس مشدود ورمح مركوز، وإذا صاحبه في وهدة يقضي حاجته. فقلت له: خذ حذرك فإني قاتلك. قال: من أنت؟ قلت: أنا عمرو بن معد يكرب. فقال: يا أبا ثور، ما أنصفتني، أنت على ظهر فرسك وأنا في بئر، فأعطني عهدا ألا تقتلني حتى أركب فرسي وآخذ حذري. فأعطيته عهدا ألا أقتله حتى يركب فرسه ويأخذ حذره، فخرج من الموضع الذي كان فيه ثم اجتبى بسيفه وجلس. فقلت: ما هذا؟ قال: ما أنا براكب فرسي ولا بمقاتلك، فهذا يا أمير المؤمنين أحيل من رأيت. وسأله الفاروق يوما قائلا: إن أهل اليمن لا ينكرون إنك فارسهم وأنجد رجالهم المعدودين في الجاهلية، فكيف علمك بهم؟ فقال عمرو: أنا أعلم الناس بالناس، قد أغرت عليهم وأغاروا علي، وغزوتهم وغزوني، وهم أهل اليمن أرباب العرب، شربوا الصفو ورعوا العفو. قال عمرو بن معد يكرب: الفزعات الثلاثة، فمن كانت فزعته في رجليه فذلك الذي لا تقله رجلاه، ومن كانت فزعته في رأسه فذلك الذي يفر عن أبويه، ومن كانت فزعته في قلبه فذلك الذي يقاتل. وفاته. المشهور أن عمرو بن معد يكرب توفي بنهاوند مع طليحة بن خويلد والنعمان بن مقرن سنة 21 هجرية، وقيل قتل عطشا يوم القادسية، وقد رثته امرأة فقالت: لقد غادر الركبان يوم تحملوا بروذة شخصا لا جبانا ولا غمرا، فقل لزبيد بل لمدحج كلها: رزئتم أبا ثور قريعكم عمرا، فإن تجرعوا لا تعني ذلك عنكم، ولكن سلوا الرحمن يعقبكم صبرا.